لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان، جعلوا الشهور على قياس حسابهم ولربما كملا لنا شهران. يجب على كل مكلف أن يحب الله وأن يحب يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت وليدك الآن تعلمه عقيدة أهل السنة والجماعة، تعلمه محبة أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، كما قال أحد السلف يعلمونهم محبة الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن، لأنها عقيدة يا إخوان، لأنها عقيدة، وهذا العقيدة ضعفت بين المسلمين. العوام من توعنا تجده لا يبالي، خاصة وانتبهوا لها هذه، خاصة الذين يعني كانوا في تمثيل فيلم الرسالة. كين هذه ولا لا؟ الآن هند بنت عتبة صحابية رضي الله تعالى عنها، يعني تجد كثير من العوام يعتقد، لو قلت له الروافض يسبون هند بنت أبي عتبة وش يقول لك؟ يقول لك هي عادي، وراء المشكلة، هو هي كلات الكبدة على حمزة و... لأنهم رسخوا على بالكم فيلم الرسالة، هذا من يعني من دفعوا فيه أموالا باهظة الرافضة، يعني فيلم كامل فيه قصة النبي عليه الصلاة والسلام، شفناها بكري مش يدرك مناش نشوفه التلفاز، فيه قصة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيه، مش لا ذكر وأهمل، لا يذكر فيه أبو بكر وعمر. كاين هذه ولا لا؟ دير هكذا اللي شاف فيلم الرسالة يقول لي إيه، كاين هذه ولا لا؟ لا يذكر فيهم أبو بكر وعمر، صح ولا لا؟ فهذا دليل على يعني على أنهم دفعوا فيه من أجل ترسيخ عقيدة بين المسلمين ذهلوا عنها. كاين شباب يعني قيل لهم أن نصر الله هذا مات، هذا مات ولا هذا نصر الله عنده تسجيل خاص فيديو يعني يسب فيه أبا سفيان، عوام كنت تقول له يسب في أبو سفيان صحابي رضي الله تعالى عنه، ما يثورش كما تقول له رأو يسب في عائشة، علاش؟ لأنه عنده المرتبة مختلفة، كأنه يجوز سب أبي سفيان لأنه أبو سفيان كان على الكفر وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رسخته الرافضة في قلوب في عوام أهل السنة والجماعة. لذلك أنت الواجب عليك ك يعني إنسان سلفي عقيدتك عقيدة صحيحة، يجب عليك تغيير هذا المعتقد الباطل في عوام الناس، في من يحوم حولك، يجب أن تفهمه. أنت أنا عوض أنك تحفظ فضائل أبي بكر الصديق، احنا نقول لك احفظ فضائل أبي بكر الصديق واحفظ فضائل أبي سفيان بن حرب والد معاوية، واحفظ فضائل معاوية، كل من يعني ابتدأوا، لأنه باب سب الصحابة هو معاوية، إذا تجرأت على معاوية خلاص. الشيخ مقبل وش يقول؟ عنده قولة مشهورة ومن أروع ما يكون، لأنه حارب أهل البدع فصار عنده تجربة، يقول قولة من اكتبها، يقول لك أعطني زيديا صغيرا أعطيك رافضيا كبيرا، أعطيني زيدي صغير، الزيدي الصغير وش يسب؟ معاوية وعائشة فقط، عنده أبو بكر على الجادة، الزيدي الصغير بعدها يتجرأ على أبي بكر ويوصل إلى معظم الصحابة كفار، أعطيك رافضيا كبيرا، أعطيني مبتدع صغير صاحب بدعة أعطيك مبتدعا كبيرا، واحد تجي تقول له هذه بدعة يقول لك واش في هذه، واش عن ست حاجة في الوضوء ذاك تبدأ دين، صح ولا لا؟ جي كأنه يستهين بها، لكن هذه الصغيرة تجر إلى الكبيرة. قد قرأت كلاما للشيخ يعني في شرح لمعة الاعتقاد للشيخ زيد بن هادي المدخلي كلاما نحو هذا، البدعة الصغيرة تجر إلى البدعة الكبيرة، ولذلك حارب نفسك على عدم الوقوع في البدعة،
لأنها من تمام تحقيق التوحيد. واحد يحب يعني تحقيق التوحيد على درجة، درجة واجبة تجب على كل مكلف، كل مكلف يجب أن يقوم بها، خلوص القلب من الشرك الصغير الكبير الخفي الجلي كله، وهذا يدفعك إلى تعلم ما معنى الشرك، خلوص القلب من البدع كل صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها، وخلوص القلب من الإصرار على المعصية. هذه الدرجات الثلاثة هذه تجب في حق كل مكلف، واجب عليك. لقيل لك هذه بدعة وبين لك بالعلم أنها بدعة، وجب عليك الابتعاد عنها، وإلا جرتك إلى ما هو أكبر. غير تجي فتنة نلقاك أنت هو اللي رافع الراية ضد أهل السنة والجماعة. لذلك يجب أن تخلص عملك وقلبك يعني من البدع جميعها صغيرها وكبيرها. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.